في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب على حرصها الدائم والمتواصل على تعزيز كافة أوجه التعاون مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والسعي المستمر للدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب من العمل بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وبمناسبة احتفال المملكة المغربية الشقيقة بعيد العرش المجيد، أشارت زينل إلى أن العلاقة التاريخية القوية التي تجمع البلدين الشقيقين تسقى من العلاقات الأخوية بين جلالة الملك المعظم وأخيه جلالة ملك المملكة المغربية محمد السادس. بداية أود أن أهنئ المملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى احتفالها بعيد العرش المجيد، وأشيد في هذه المناسبة بمستوى العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والتي تستقى من العلاقة الأخوية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة حفظه الله ورعاه. وإننا إذ نتمنى للمغرب وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار، لنؤكد حرص مجلس النواب على تعزيز كافة أوجه التعاون مع البرلمان المغربي بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك بالسعي المستمر والدائم للدفع بالعلاقات البرلمانية نحو آفاق أرحب من العمل المشترك عبر تفعيل الاتفاقيات الثنائية واستثمار الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية أزاء مختلف القضايا. كما نؤكد دعمنا للتطلعات الرامية إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البحرين والمغرب، وتعزيز سبل التعاون الشامل بما يحقق المصالح المشتركة،